السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ شو أخباركم يا شباب؟ اليوم جبت لكم طريقة كيف تهكري هذه لعبة الشاحنة. تهكيرها يا شباب بسيط، ما عليك إلا تروح هنا في سوق بلي. طيب يا شباب، أنا بحثت في اليوتيوب كيف يعني تهكير هذه اللعبة، ما حصلت أي واحد نزل شرح عليها، وهذا مضمون ومضمون ومضمون يا شباب. جربوا، تضغط لها هنا كذا وتسجل اسم البرنامج، هذا البرنامج اللي بيطلع، هذا البرنامج يا شباب، هذا البرنامج انا قد مثبت عندي يا شباب. انتم اللي عليك تثبته عندك وتنزل عندك وخلاص، ما عليك الان الا يا شباب. وين بتروحوا؟ تروح الان على البرنامج، روح على البرنامج كذا وانتظر لين مفتح. شوف اللعبه ذا ظهرت معنا هنا اللعبه، اضغط على اللعبه كذا واضغط على امريكا، الامم المتحده الامريكيه، وضغط كذا يطلع لك هنا فتح. سوي هنا فتح، فتح اللعبة عن طريق امريكا. طيب يا شباب انتظروا شوية عشان تفتح معنا اللعبة. الان فتحت معنا اللعبة، بسم الله. اللعبة حلوة صراحة يا شباب، والله افضل شاحنة، يعني تجزع وقت عليها اللعبة هذه. طيب يا شباب الان وين بتروح؟ الان وين بنروح؟ شوفوا الفلوس كم معي هنا، انا دوبي نزلت اللعبة قبل شوي. طيب يا شباب شوفوا الفلوس كم، واين ما تروحوا الان، الان تروحوا هنا، شوفوا هنا، تضغطوا على هذه اللعبة، تضغطوا على هذه اللعبة كذا، الان تروحوا هنا، اضغط هنا، انتظر شوية، ما عليك لا تنتظر لين تخلص الالعاب هذا، انت انتظر شوية، يعني ما تطول، هذا يمكن 20 ثانية كذا، 30 ثانية بس. الآن انتظر، ده الثواني تحت تعد لك ده. يا شباب لا تنسوا تدعمونا يا شباب، والله إني يا شباب بحثت عن هذه اللعبة كيف تهكيرها، ما حصلت أي طريقة. الآن يا شباب تضغط هنا إكس، حرف إكس هنا، شوف الفلوس كم معي. الآن تضغط هنا، هنا شوف، انتظر أنا كم تزيد الفلوس، شوف كل ساعة تزيد لك شوية، كل شوية كل ساعة شوية، وأنت ما عليك إلا تكرر الإعلان، تكرر الضغط هنا عليها، لأنه من عملهم خادعة يا شباب، خدعة يعني. صح، أنت كل ساعة اضغط شوي، أنت خلاص الآن يعني تكرر مرتين 3 مرات كذا على اللعبة لين تزيد معاك الفلوس كذا، تضغط هنا كذا وتكرر، انت بس عليك الا تنتظر الاعلانات، ساعة تطلع لك العاب كذا وكذا وكذا وكذا، اضغط كذا انت، ايوه انتظر الاعلانات هذه، كل ساعة انتظر شوي وانتظر بس. يا شباب لا انتوا تدعمونا يا شباب، والله يا شباب لاني انا اصلا ما انزل شرح على هذا، يعني تنزل العاب بس، شفت هذه اللعبة ما حصلت عليها شرح في اليوتيوب، قلت بشرحها للشباب، ان شاء الله الشباب يستفيدون ان شاء الله. الان يا شباب خلاص انتهت الاعلانات هذه، اضغط حرف اكس هنا يا شباب، اضغطوا هنا حرف اكس، كل ساعة تجد معاك اللعب، والان خلاص نفتح اللعبة. اعلانات هذا يا شباب، والله الاعلانات هذا جد. الآن يا شباب نفتح اللعبة، الآن يا شباب انتظرونا كيف نفتح اللعبة. انتم كل ساعة بس كرروا الالعاب كذا عشان تزيد لكم الفلوس، يعني الصبر شوي، الصبر. شوف يا شباب اخواني الاعلان هذا زفت زفت. طيب يا شباب شوف كم سعر اللعبة هذه، كيف شباب كم سعر الشواحن هذا، من 85 من 60 من، شوف على انا شريت قبل شوية، انا شريت هذا الشاحنة، هذا الشاحن هذا الشاحنة شريته يا شباب هذا قبل شوية، بس والله يا شباب لعبة خرافية، مرة حلوة يا شباب والله العظيم.
انتم على طول تكرروا الاعلانات هذه، تكرروا الاعلانات عند اللعبه هذه. والله يا شباب انها بسيطه. يلا يا شباب، لهنا ان شاء الله نوصل لاخر شرح